السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي، واليوم أنا في معرض أوتو سيتي للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون أخوان الكرام، اليوم عندنا الليكزس LS 350، طبعا فئة دي دي 2018 وارد البريم. السيارة فل كامل، طبعا فيها ما شاء الله تبارك الرحمن جميع المواصفات. أول شيء أخوان الكرام، نأخذ جولة سريعة السيارة من الخارج، بعدين نتكلم عن مواصفاتها. سعر السيارة في حدود 385 إلى 390 ألف ريال تقريبا. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه أكبر سيارة موجودة في تويوتا ليكزس، طبعا سيدان. هي أفخم سيارة سيدان موجودة في الشركة. طبعا بالنسبة للليكزس، تويوتا عندهم كراون، لكن زي ما تعرفون ما تيجي عندنا في دول الخليج، تيجي دائما في دول شرق آسيا. الكراون، تويوتا كراون. أول شيء نتكلم عن مواصفات السيارة. بما أن السيارة طبعا زي ما قلنا لكم 350، فمحركها V6 6 سلندر 3500 سي سي، تقريبا 310 حصان. بالنسبة للجير، فهو جير أوتوماتيك من 10 سرعات توبترونيك. نظام الدفع فهو دفع خلفي. مواصفات السيارة خارجية، السيارة طبعا فيها فتحة سقف، للأسف الليكزس ما جت بانوراما. والأسباب يعني الجماعة يقول هذه سيارة هدوء وعزل إلى آخر مثل الكلام، الله أعلم، ممكن سنة سنتين ينزلون بانوراما. طبعا زي ما تشوفون سيارة أنوار LED وثلاث عدسات ما شاء الله تبارك الرحمن. عندكم غسيل أنوار الأمامية، حساسات أمامية عدد طبعا أربعة، في الشبك ثنتين وفي الزوايا ثنتين. وهذا الجنط ما شاء الله تبارك الرحمن مقاسه 20 إنش، لكن الحاجة الغريبة إن النكشة حقتها تختلف عن النكشة الثانية اللي صورتها لكم في السابق. زي ما تشوفون هنا نجمة، عندكم المراية باللون الأسود، طبعا إشارات بالمراية، مقابض الأبواب كروم، الزياقة كروم، يعني سيارة الليكزس بشكل عام حتى جنطها كروم. وهذه الشمعات الخلفية LED، وأربع حساسات خلفية وشكمانين. طبعا هذا جنطها وجنط الفئة الثانية ذاك هو. عموما خلينا بالسيارة اللي قدامنا. بسم الله. طبعا أخوان الكرام، السيارة أكيد دخول ذكي وتشغيل ذكي وتشغيل عن بعد، يعني مواصفات السيارة الأساسية والشنطة الكهربائية. خلينا نفتح الأبواب. بسم الله. هذه السيارة من الخلف فل كامل، تجي شاشات. وهذه التكاية الخلفية. الداخلي جملي. على فكرة الحركة هذه أنا شفتها في أودي، وشفت يعني حتى في السنتينيال أو اللي هي الهيونداي جينيسيس، طبعا صار اسمها جينيسيس، شالوا اسمها هيونداي منها. الجينيسيس الجي 80 مسوي نفس الحركة هذه. أشغلونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل داخل السيارة ونتكلم عن مواصفات السيارة الداخلية. رد الكرسي. نعطيكم إنارة أعلى عشان الداخلية نشوفها بشكل أجمل. بسم الله. هذه السيارة من الداخل، صور لكم أناقة السيارة الداخلية وجمالها. ما شاء الله تبارك الرحمن.
التطريزات، الشغل متعوب عليه صراحة، من جد متعوب عليه. مقاعد جمالية، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه السيارة عموما، بما ان داخل السيارة الحين نتكلم عن السيارة، مواصفات السيارة طبعا الداخلية ما يحتاج نقول والله زجاج كهربائي، مراية كهربائية، عموما كل المواصفات موجودة. ذاكرة تخزين لكرسي السائق، ذاكرة تخزين كرسي الراكب، حتى المراتب الخلفية موجود فيها الميزة هذه. الكراسي الكهربائية، الدركسون كهربائي بحركة تلسكوبي، طبعا حركة تلسكوبية مع الخاصية برضو هذه له الله، حفظ المقاعد مع الدركسون. التخشبة زي ما تشوفون جاي لونها مطفي، ما هي لماع، هذه هي بحكم ان الداخلية لونها جمالي. عندكم هنا له الله، عندكم هنا البروجيكتور حق عداد السيارة، وعندكم هنا الكاميرات الرؤية 360 درجة. عندكم هنا طبعا الزر هذا في المقطع القديم قلنا ما نعرفه، لكن يوم سألنا قالوا هذا يوم توقف عند توقف عند الإشارة، مو بمحطة، توقف عند الإشارة تضغط فرامل زيادة السيارة تطفي تلقائيا، عشان اقتصاد الوقود. وصراحة أنا أشوف أن اللي يركب سيارة زي هذه ما يدور بنزين، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن دفع له مبلغ وقدره، فمستحيل عشان يقولك والله 10 ملي عشان بخسارة عند إشارة طفي السيارة. طبعا عندكم هنا فتح الشنطة، فتح تنك البنزين، التحكم بدركسون، نظام الصوتي، عندكم هنا له الله الأوامر الصوتية، جير اف 1 خلف المقود، عندكم مثبت السرعة، الرادار، تحديد المسار، كل الأشياء موجودة. والسيارة برضه فيها نقطة عمية، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن تعد كله. عندكم عداد الرحلات هذا هو، عندكم عداد البنزين هنا، عداد الحرارة هنا، عندكم هنا التراكشن تفصله عن طريق الزر اللي هنا موجود، عندكم هنا وضعية القيادة من سبورت إلى نورمال إلى إيكو، تقدر تبدله من هنا. شاشة ملاحة عملاقة ما شاء الله تبارك الرحمن، أعتقد أنها 12 بوصة والله أعلم. طبعا لرؤية كاميرات لرؤية محيطة 360 درجة، كأنك تشوف السيارة من فوق، يعني تعطيك رؤية جميلة وواقعية صراحة. طبعا هذه السيارة زي ما تشوفون قاعدة يسوون حركات، يعني طبعا فيها نيفيجيشن، فيها كل الأشياء الجميلة والحلوة. عندكم الماوس حق الشاشة تتحكم فيه من هنا عن طريق اللمس، طبعا طوروها عن الشكل القديم كانت ماوس عادية، الحين تاتش. عندكم الجير برضو كهربائي، توماتيك توبترونيك من ما شاء الله تبارك الرحمن 10 سرعات. السيارة أكيد فيها نظام صوتي سي دي مع مدخل يو اس بي. النظام الصوتي هو مارك الفينسون الفاخر، طبعا أغلب سيارات ليكزس تيجي فيه، سيارة تويوتا لا، يجي جي بي ال. وكيف لمس تحكم منفصل طبعا بين السائق والراكب، بإضافة كيف خلفي برضو ما شاء الله تبارك الرحمن منفصل، حتى المراتب الخلفية تنفصل، يعني كل واحد يعطي حرارة معينة، لأن هذه السيارة رفاهية لكل المقاعد السيارة له رفاهية خاصة فيه. حتى كرسي الراكب موجود عندكم، ذاكرة تخزين، سنتر لوك، الأشياء المهمة والأساسية. وعندكم هنا ما شاء الله تبارك الرحمن في أزرار تحكم أصورها لكم. عندكم هنا نظام الهيدروليك، الستارة الخلفية طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حتى الستائر الجانبية برضو زي ما تشوفون هنا كهربائية. بسم الله، والحين طبعا ختمنا على قولتهم اغلب المواصفات، بس باقي التكايه. هذه التكايه ما شاء الله تحمل جهتين، نسوي لها اناره حلوه جميله، هذه هي الاناره. عندكم منفذ طاقه، عندكم هنا زي ما تشوفون منافذ يو اس بي، ما يو اكس موجود. طبعا اخوان الفرار اللي هنا حق السياره حق الصوت طبعا موجود في الشنطه، لان الشنطه تكون مسكره من المصنع، فاغلب اغراض السياره الاساسيه موجوده في الشنطه. برضو عندكم منفذ طاقه هنا. والحين نروح خلف السياره واتكلم وش في خلف السياره. طبعا مقاعده خلفيه، بس نصور لكم الشنطه الخلفيه عشان تشوفون الصندوق حق السياره واغراض السياره. طبعا تيجي من المصنع بالصندوق هذا، هذا هو في أغراض السيارة بالكامل، الفرارات
الفرشات الى اخره. طبعا شنطة كهربائية بس تعرفون واحد يكون مستعجل شوي. الابواب شفط. هذا السيارة من الخلف. نروح الكرسي الفي اي بي اللي هو دائما يكون الكرسي اللي خلف الراكب. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى ما شاء الله فتحت الباب على طول الكرسي رجع. بسم الله. والحين حنا في المراتب الخلفية حق السيارة. خلينا نولع الإنارة. هذه السيارة من الخلف. طبعا الكراسي الخلفية متحركة اللي على اليمين وعلى اليسار، اما اللي بالوسط تقدر تسويها تكاية او مرتبة بكيفك. طبعا التحكم الخلفي بالنظام الصوتي حق السيارة بشكل عام والتكييف عن طريق هنا، الستائر، الاضواء الى اخر برضو من هنا. طبعا فئات الفل. الفئات الثانية الستاندر تجي زرير عادية نفس النمط القديم. عندكم برضو شاشات عرض خلفية زي ما تشوفون. طبعا ما ظنيت انها ما ظنيت انها لمس. شاشات لها ماوس خلفي طبعا. هذه هي شاشات العرض حق السيارة الخلفية. برضو لها تحكم خلفي وتقدر تستخدم مثلا فيها سماعات لها اشيائها الاساسية. وبرضو في سي دي خلفي، فتحة تكييف خلفية. طبعا عندكم في عندكم هنا في الجوانب، في الوسط وفي الجوانب وبالسقف. ما شاء الله تكييف من كل حتة. ما شاء الله تبارك الرحمن. الاضواء الخلفيه برضو LED الرسمه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، من جد ابداع ابداع ابداع. كلمه ابداع يعني قليله. طبعا ما راح انا صراحه عشان تكون بالصوره، انا ركبت لا المرسيدس ولا ركبت البي ام، فانا وش دايم يعني في السيارات الموجوده، السيارات اللي عليها الشعبيه اكثر زي اللكزس ال اس مثلا، ما شاء الله تعتبر من سيارات الشعب اللي يستخدمها الشعب بشكل عام، يعني طبقات الشعب كلها يعني ما شاء الله تركبها. اما مثلا ما شاء الله مرسيدس معروف من يستخدمه، فبرضه ما تلقاه في كل مكان، يعني ما تلقاه في كل معرض. اما اللكزس ال اس من اول ما نزلت تلقاه في كل معرض. سياره شعبيه محبوبه لدى جميع الطبقات. شوف وش في هنا. عندكم هنا تكايه طبعا فيها ما شاء الله منافذ يو اس بي. عندكم الصوت من هنا طبعا. في له فرارات برضه هنا بالشنطه حق الشاشات الخلفية، اللي يبغى يرفع الصوت ينزل الصوت من سماعاته. ثلاجة السيارة حاملة اكواب عد 2. بالنسبة لمواصفات الامن السلامة ما شاء الله ما يحتاج نقول ارباقات، كل شيء موجود. تبي اي بي اس موجود، تراكشن، ارباقات امامية وجانبية، مواصفات الامن السلامة كاملة. والحافظ الله قبل كل شيء. طبعا عندكم مرايات هذه حقت التجميل، يعني والله جنتلمان راكب يبغى يضبط الشعر حقه من هنا والله، ولا حرمة تبي تضبط المكياج ولا شيء، فحاط لها مراية جميلة وأنيقة وتسكرها من هنا. للمعلومية يعني ترى يا جماعة الخير لا أحد يقول والله هذه المواصفات موجودة في البي ام، موجودة في المرسيدس، موجودة مدري وين. يعني بشكل عام هنا لكزس صحيح ان يعني في عندهم شيء مستنسخ، برضه الشركات الثانيه تستنسخ، لكن ما شاء الله لكزس وش الميزه اللي فيه؟ الميزه ان السياره عمليه وناعمه اكثر من غيرها صراحه كلمه حق. يعني المرسيدس مثلا والله ممكن تركب فياجرا 2005 تلقى فيها المواصفات هذه كامله تقريبا. فلكن وش الميزه اللي هنا؟ يعني الميزه ان هنا انعم، عمليه، جوده، اناقه، فخامه. سياره ما شاء الله تقعد 10 سنوات 15 سنه، الاشياء الاساسيه اللي فيها ما تعرضت لسنوات زي الجير، الماكينه، حراره السياره ما ترتفع. يعني جوها جو السعوديه، جوها دول الخليج، تتحمل تعيش معهم وتصبر. والدليل ما شاء الله تبارك الرحمن تشوف لكزس موديل 2099 نظيف يجيب سعر خيالي ما تتوقعه، من بين فياجرا 2005 2006 عفوا 2005 طبعا اخر موديل فيها، يعني ما تسوى 15000 17000 هي وشدت حيلها. وش السبب؟ السبب طبعا وش ما له دخل، وش شاطحين شوي بالسبب. السبب ان الجوده حقت السياره هنا تختلف، تتحمل حراره البلد. ما اقول شيء في المرسيدس، مرسيدس من افخم السيارات في العالم، سيارة الملوك، سيارة الرؤساء، سيارة الدبلوماسيين، سيارة رقم واحد في اي بي. لكن برضو كلمة حق في لكزس
لقز الصحيح ممكن تكون ناسخة بعض الحاجات، تشوف التطوير ايش سوى الجماعة نروح نسوي زيهم، لكن انا اعطيك جودة من جد، انا اعطيك جودة قبل كل شيء، اعطيك سيارة صبورة، سيارة تكد معك وتعيش وتنبسط فيها وتدلع وتجيب لك سعر. في السعودية ما شاء الله تبارك الرحمن، حتى في امريكا مرغوبة للمعلومية بالنسبة للشعب، يعني سيارة مرغوبة، اناقتها نعومتها جمالها، يقدرون يصنعون افضل. يعني صراحة مثلا انا كنت اسأل ليش لكزس ما شاء الله يعني في الموديلات السابقة ما تنزل جنط 21 و20، كانوا يبحثون عن النعومة دائما في سياراتهم. حتى لو تلاحظون الاي اس 350 جنطه اذا كبر 17، ليش؟ يدورون نعومة. صحيح الشكل قد يكون شوي سلبي، لكن برضه يهمهم صاحب السيارة ان يكون سيارته ناعمة. طبعا اخوة الكرام طولت عليكم بالفيديو، اللي حاب يتواصل مع معرض اوتو سيتي، هذه ارقامهم معليش يا جماعة، ما في تنسيق ما في ترتيب ما في شيء، بس يلا هذا وش نسوي عاد، ما حد شغال في القناة غيري، يعني انا اللي انزل، انا اللي اسوي كل شيء، انا اللي اعدل الفيديو، الحمد لله على كل حال. طبعا المبيعات النقدية لمعرض اوتو سيتي هذه ارقامهم، مبيعات صور الشاشة، مبيعات التقسيط بنك الراجحي، بنك البلاد، إيجارة وعبد اللطيف جميل للتمويل، إذا حابب تتواصل معهم. طولت عليكم بالفيديو، لا تنسوا تحميل تطبيق معرض عماد الدين، وبرضو تطبيق أوتو سيتي موجود، وأنت تبحث عن معرض عماد الدين حمل التطبيق وروح برضو دور عن معرض أوتو سيتي بتلقاه موجود، تطبيق وحمله سواء جوالك آيفون أو أندرويد، ادخل المتجر وحمل اللي يعجبك. ولا تنسوا تضيفوني على حسابي بسناب شات، باخذ لكم جولة سريعة على المعرض عشان تشوفون السيارات. إذا حابين تتواصلون، المعرض كل سيارات لكزس موجودة بجميع الفئات ما شاء الله تبارك الرحمن، من لكزس ال اس الجي اس، برضو الاي اس موجودة هناك، الاي اس السيدان كله متوفر، وبرضو ما شاء الله ال اكس الجي اكس، وعندكم الان اكس والار اكس، يعني جميع فئات لكزس طبعا موجودة باستثناء سيارة الكوبي ما هي موجودة، وبرضو سيارة تويوتا وفورد ما شاء الله ومازدا عندهم موجود في المعرض. طولت عليكم بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.